السلام عليكم. دلوقتي عايزين نشوف ازاي نضيف مركب. طبعا مش هنضيف مركب في قلب الصحراء. طيب هنيجي هنا ونقول له انا عايز اضيف محيط بالشكل دوت. تقدر تختار الارتفاع بتاع المية، وتقدر تختار شكل المية هيبقى عامل ازاي. طيب دلوقتي انا عايز ابدأ اضيف مركب واخليه يتحرك. طب لو انا عايز اضيف مركب بسيطة، ممكن اجي هنا وابدأ اختار المركب بتاعي واسحبه واحطه، بس هيفضل ثابت، فانا عايز يبقى في حركة. هقول له باص واقول له كاستم باص، وابدأ ارسم المسار اللي انا عايزه بالشكل دوت. اروح هناك للنقطة ديت. طيب بعد كده هقول له انا عايز المسار دوت اهو، في المفروض الشكل ده هو اللي بيتحرك. انا بختار اللوب بتاعي هيبقى عامل ازاي، السرعه، الديلي، الروتيشن. طيب خليني اجي هنا عند ثلاث نقط صغيرين دول واقول له جو تو لايبراري، فبيجيب لي اللايبراري. فبقول له انا عايز مركب، واختار المركب اللي انا عايزه. تمام، مثلا مركب زي دوت، وتبدا تسحبه على الشكل دوت، فهتلاقيه ظهر معاك زي ما انت شايف. تقدر من هنا تشوفه مثلا عايزه مرة واحدة، ولا عايزه يفضل يعمل لوب. تمام، أنا هعمل سلكت تاني واللي السرعة بتاعتي، هل أنت عايزه سريع ولا بطيء، الديلي الأخير أنا عايزه أول ما أبدأ يبدأ يشتغل، روتيشن الفول باص ولا لأ، ياخد نفس اتجاه الباص، الفيزيكال ولا لأ، وهكذا.